مناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة سنة 2022 بغيت نتقدم المواطنات والمواطنين المغاربة أينما وجدوا داخل الوطن أو خارج التراب الوطني بأجمل المتمنيات باش تكون هذه السنة 2022 سنة ديال نهاية هذا الآلام وهذا الخوف والمرض والبطالة والفقر بكل أنواعه والفساد اللي تفشى داخل مجتمعاتنا واللي زاد أضاف إلى هذه الجائحة واحد نكهة يعني بائسة أرقت الأسر والمواطنات والمواطنين عموما والعنف اللي تزاد ويعني كيف كنقولوا إلى ما كانش هذا الشيء بوحدو كيكفي شفنا بأنه في هذا الوقت هذا كاين هناك اختيارات لا ديمقراطية غادية والغلاء ديال المعيشة والضرب ديال الحريات ومزيد من التسلط على هذا المواطن الفقير ولهذا حنا بغينا نخرجوا من هذا الجو ديال الإحباط واللي اليوم واحد العدد ديال العلماء اللي هما كيبينوا بأن ربما الجائحة قررنا أننا نتجاوزوا الخطر ديالها وأننا نتجاوزوها تماما وأننا نعودوا لواحد الحياة اللي غادي تسمح لنا باش نحيو الأمال ديالنا من جديد الأمال ديالنا باش نعيشوا في واحد المغرب اللي كيتسع للجميع وكتقلص فيه الفوارق الاجتماعية والمجالية وكيتم فيه الإفراج الفوري على المعتقلين السياسيين وعلى الصحفيين اللي هما يعانون ويتم فيه الإنهاء مع التضييق على الجمعيات وعلى المثقفين ويمكن الحلم يستمر بأن المغرب ممكن أننا نبنيو فيه الأمن والسلم المغرب يمكن أننا نبنيو فيه دولة ديمقراطية وخط أخرات المغرب يمكن لنا نقلصوا فيه الفوارق ونحلموا بالتوزيع العادل ديال الثروات ونبنيو فيه مغرب المواطنة الكاملة بالنسبة للجميع مغرب العلم والمعرفة بعيدا عن الفساد بعيدا عن الاستبداد بعيدا عن كل هذه الأشكال ديال العنف وننتقلوا إلى تحقيق العدالة وإلى تضامن أكثر فيما بيننا باش نعيشوا في واحد المغرب اللي كيتسع الجميع وربما ينفتح على محيطه المغاربي الكبير وعلى إفريقيا وعلى علاقات يعني مهمة مع دول أخرى في العالم فتحية لكم وكل عام وأنتم بألف خير وبصحة وعافية جيدة.